جيب لك حليب مع الشاي؟ لا، قطعة بتفور كافية. طيب شو وينه شادي؟ عم يفرش اسنانه. طول بالسهرة؟ شو القصة؟ ما في بالعادة يتأخر بالسهرة لهالوقت. يا سيدي صار له ساعة حايس، بده يحكي معك بس ما له مسترجي. خير؟ شو بو؟ ما بعرف، بس مبين إنه في بتمه حكي ما عم يقول لي. بخصوص شو؟ ما بعرف. يعني متضايق من شيء؟ مثلا حدا زعجه بالمدرسة؟ لا لا ما بتصور، لأنه لو كان حدا زعجه بالمدرسة كان حكى من النهار، وشادي مثل ما بتعرف ما بيخبي عني شيء. طيب بسيطة، هلا بسأله. هو بيني وبينك يمكن أنا عرفت طرف الموضوع. شو هو؟ قال يا سيدي بده غرفة ينام فيها لحاله، لأنه عم يتضايق من بكى أخوه الصغير طول الليل. تصبح على خير. تعال إلا بابا، تعال. عاوزك شوي. نعم بابا. بدي أحكي معك كم كلمة، تفضل عندي شوي. ايه شادي، انت بدك تقلي شيء قبل ما تنام؟ عندك وقت تسمعني ولا بدك تقرا كتابك؟ لا ولا يهمك، عندي وقت. احكي اللي بدك اياه، عم بسمعك. بابا انا كبير ولا صغير؟ آه شوف، اذا بدك تحلق دقنك مثلي فلساتك صغير، واذا بدك ترضع حليب بالبيبروني فانت كبير. ليش هيك عم تحكي معه مأمون؟ خجلته لشادي. طب ما بدي اعرف شو بيقصد بالصغير والكبير. على كل حال هات لشوف يا شادي، شو طلبك انت بابا؟ بصراحة بابا انا عم بتضايق بالنوم يا اخي فادي. ليش بقى؟ انت عم تنام بتخت وهو بتخت، شو يلي مضايقك؟ صحيح، بس فادي بيبكي كتير فيقني بالليل. صحيح، الحق معك، بظاهر نومه خفيف انت. طيب غير البكي تبع فادي في شي مضايقك كمان؟ ايه. شو هو؟ بخاف تزعل ماما. لا تقبرني، احكي ما بزعل. حلفي بالله. بدون حلفان، احكي حبيبي ما بزعل. ليش الشغلة متعلقة بأمك؟ مو متعلقة بأمي، متعلقة بماكينة الخياطة تبعها. خير، شبه ماكينة خياطتي؟ صوت قوي كتير، وانت ما بيحلال تخيطي عليها الا ما بكون نايم. الحق معه يا بارعة، الحق معه، يعني واحد نايم وعم يدوي فوق راسه موتور مكنة خياطة، فعلا شغلة مزعجة. بقى الله يرضى عليكي، هي عم فهمك ها؟ ابتنقلي ماكينة خياطتك بكرة لغير أوضة، فهماني شو عم قلك؟ هذا شادي عزيز علي كتير وما بيهون علي أبدا ينزعج. أما بالنسبة لفادي فاعملي جهدك ما يبكي أبدا، منيح؟ عجبك هيك بابا؟ شو بابا؟ شايفك كأنك مارك مبسوط بهالحل. قول ماما، إذا في شي بدك تقوله قول، لا تستحي. بابا كل رفقاتي اللي بعمري عندن أوضة لحالهم إلا أنا. ها هلأ فهمت عليك، يعني بدك أوضة لحالك. ليش لا؟ ما صرت كبير أنا؟ بلا بابا، أنت كبير. بعدين الأوضة اللي عنام فيها كل أغراض، وفيها خزاين وطاولات واللفاية، لما بتتنام عنا بتنام عندي فيها. يا ماما ما فتحت لي الموضوع هداك اليوم واقتنعت؟ إيه صحيح، بس ما عم برتاح. تكرم عينك، هلأ أنت قوم نام بابا وإن شاء الله ما بصير إلك الخير. قوم نام بابا، قوم. بس مو تضحكوا علي. لا حبيبي لا تخاف، طالما أبوك وعدك أكيد رح يوفي بوعده. طيب بدي أسألك يا شادي، منين بدنا ندبر أوضة تنام فيها؟ يعني بتعرف أنت بيتنا صغير وما في أوض زيادة. نام بالأوضة اللي فوق. إيه بس هالأوضة فيها كراكيب كتيرة. إيه بسيطة، شو هالشغلة، بيعوا الكراكيب. تكرم عينك، قوم حبيبي قوم هلأ نام بتختك وبكرة منلاقي لك حل. تصبح على خير. وأنت من أهله بابا؟ اجي غطيك حبيبي؟ لا لا بتغطى لحالي. شايف ما اخبسه؟ صار له شهرين عم يزن باذني حتى افتح الموضوع قدامه. بس والله لساته صغير، شلون بدي احطه بالاوضه لحاله فوق؟ يا سيدي ما فيها خساره، منجرب. طيب والكراكيب وين بدي اروح فيها؟ ولا يهمك، برفعها على سقيفه، والك علي افرش له اياها وساوي له اياها احلى اوضه. والله بيضحك هالشادي، يعني بده يعمل حاله رجال بهالزور. بر قلبي معك. مثل ما عم قلك يا وداد، أبوه ما عم يرضى. ليش لحتى ما يرضى؟ يعني إذا الولد حابب ينفصل بغرفة لحاله، أنتوا ليش لحتى تعاندوا؟ ما بعرف، أبوه له رأي تاني. حاجة بقى، بلا رأي تاني بلا تالت. إذا انفصل الولد بغرفة لحاله، بصير يعتمد على نفسه، وبتقوى شخصيته، وبيشعر بأهميته. صدقيني يا بارعة، ابني لؤي من وقت ما ولد لحتى صار عمره هالعمر، عايش بغرفته اللي خصصنا له إياها. وقديش صار عمره هلا؟ فات بال21.
لا انت شوفي غرفته ما احلاها، الله وكيلك من وقت ما كان قد ابنك شادي كان يضب تخته لحاله ويمسح الغبره ويليف البلور وما حدا علمه. هيك هو لحاله بيحب النظافه والترتيب وبجن جنانه اذا حدا فات لاوضته ولعب له بغراضه. بجوز انتو فصلتوه عن البنات لانه عندك بنتين صبايا الله يسلم لك اياهم. ليك والتانية على هالحكي، يعني معقولة نفصله عن البنات وهو لساته باللفلوفة؟ بعدين تعي زورينا انتي مرة وفوتي لأوضته. اي والله والله روايح النظافة ومعطر الجو يلي بيرشه بالأوضة بتفتح النفس، وأبوه ذات نفسه ما بيحلاله نومت بعد الظهر إلا بغرفة لؤي. ما بعرف يا وداد، كل واحد إله رأي وإله عقل. ولك ماما ليش انت عنيد؟ ما بعرف. مالي عنيد، بس ليش عم تضحكوا علي؟ هلا نحن عم نضحك عليك؟ طبعا، لانه كل يوم بتقولوا لي اننا نخصص لغرفة لحالك، ما كنتوا تشوفوا بعضكم. شادي، حساب انت فهيم شو صار لك؟ عود ماما عود. ماما حبيبي، انت لساتك صغير، صغير كتير. ايه ابوك يلي هو ابوك، عاش وتجوز وما حلم مجرد حلم انه يكون له غرفة لحاله، حتى لما تجوز انا عم نام معه بنفس الأوضة. ولي وليش عم تضايقي؟ هلا انا اللي عم ضايقه؟ طيب ماشي الحال، يلا قوم نام هلا، قوم حبيبي، تصبح على خير. تصبحي على خير. مساء الخير بابا. مساء الخيرات. شو رايح تنام؟ طيب معلش. مساء الخير. مساء الخير. قبل ما ينام بدي ورجيه على شغله مهمه كثير، تسمح لي؟ هات ايدك لشوف. تعال حقن لشوف. ايه شادي غمض عيونك هلا، فتح عيونك. وين هالغرفة بابا؟ اكيد مو الي. عجبتك الغرفة شادي؟ يا الله ما احلاها، ما انا مصدق عيوني. هي من اليوم ورايح غرفتك المستقلة، شو رأيك بابا؟ صحيح بابا. شو رأيك بهالتخت شادي؟ ايه حلو كتير كتير كتير. يا ترى هذا ذوقك ولا ذوق بابا؟ لا هذا ذوق بابا، بس انا اشتريت لك كل هالالعاب. يا الله ما احلى هالسعدان، منظره بضحك. شوف بابا مو حلو؟ فعلا حلو كتير كتير. وشوف بابا، شوف هالخزانة، هي حطينا لك كل اواعيك وكراكيبك فيها. هالفطبول الي كمان بابا؟ كل شي بهالأوضة إلك. يلا حبيبي روح بوس إيد بابا وقول له الله يخلي لنا إياك. شكرا بابا، شكرا الله يخلي لنا إياك. تسلم يا حبيب قلبي، تسلم يا شادي، أنت بتستاهل. ليش بيستاهل شادي؟ لأنه أولا مجتهد وحباب وبيسمع كلمة أمه، ولهالسبب ما في شي بيغل عليك. أمتى بدي نام بأوضتي؟ هلا اعتبارا من هالليلة، شو رأيك؟ ايه ما عندي مانع، موافق. طيب نحن هلا رح نقول لك تصبح على خير. متعشي انت؟ ايه متعشي وعين الله حوله، وقبل ما تجي انت بشوي كان فايت ينام. عظيم، لكن هلا اتسطح حتى اقول لك تصبح على خير، وبكره بتقول لي انطباعك عن نومتك بهالاوضه، ماشي؟ ماشي. يلا حبيبي. تصبح على خير حبيبي. تصبح على خير. انتو من اهله. تصبح على خير، باي. شفت قديش فرح شادي؟ يقمر قلبي، يعني كأنه ملك العالم بهالأوضة. فعلا، وأكيد بكرة رح ينشر الخبر بين رفقاته كلياتهم. تعرف، بس بلشت استوحش له من هلا، مالي متعودة إنه ينام بعيد عني. طيب مو هيك بده؟ نحن لبينا طلبه. Thank you.
الفجر والعصفور سو سو، شاف القطة قال لها بس بس، قالت لو نو نو. صباح خير. صباح الخيرات. تشرب قهوة؟ ايه ما في مانع. على عيني وراسي، بس لروح اطمن على شادي بالاول. صباح الخير. صباح الخيرات. اللي تقبرني، ان شاء الله انبسطت من نومي بأوضتك. ايه ماما انبسطت كثير. حدا زعجك؟ حدا بكي بالليل؟ لا. عظيم جدا، ألف مبروك عليك، هات وزير شوف. روح حبيبي هلا، غسل وشك على بين ماما ما تجهز لنا الفطور، إيه؟ إيه من عيوني التنتين، تعال يلا حبيبي. يلا ماما. ها؟ صباح الخيرات شادي. صباح الخير. ايه قلي يا شادي، ان شاء الله ارتحت من نومي؟ ايه بابا ارتحت كثير. عظيم جدا. ها؟ صباح الخير حبيبي. صباح الخير. شو؟ مبين اليوم فايق بكير. ايه ماما بدي اتفرج على الافلام كرتون بالام بي سي. قوم حبيبي، غسل وشك وفرش اسنانك، تعال. تفضل بابا، اطلع لشوف. ايوه، اطلع يا عريس.
يلا. عم تبرد شي بالليل؟ لا بابا ما في برد. عظيم جدا. بابا أنا عندي سؤال بدي أسألك إياه، بس بدي منك تجاوبني بصراحة، بتوعدني؟ إيه بابا بوعدك. ليش ما عم تنام بأوضتك؟ جاوبني بابا، أنت دائما بتحكي الصدق. كنت امبارح عم بتفرج على التلفزيون بالصالون، قمت نمت. ما اقتنعت. بالظاهر عم تخاف لحالك، مو هيك؟ لا بابا ما بخاف. بابا شي طبيعي الإنسان يخاف. أنا مثلا كنت خاف وأنا صغير. أنت كنت تخاف؟ إيه؟ من شو؟ يعني مثلا جدي كان دائما يحكي لي حكايات عن الفضاء والكواكب والغابات والحيوانات والأعاصير والبرق والرعد. بس ما في شي بيخوف بالحكايات. صحيح، بس أنا كنت خاف من جدي لأنه مركب طقم أسنانه وبيحكي هيك. كان مكاني قديم الزمان. بقى بابا مثل ما لك شايف، ما في شي بيخلي الإنسان يخاف، خاصة إذا فكر الإنسان بالأشياء الحلوة. بإيش بدي فكر يعني؟ فكر مثلاً إنك رايح رحلة مع رفقاتك وعم تلعبوا بالبستان، والبستان كله حشيش وعشب أخضر، وإنتوا عم تركضوا وتقلبوا تقالات أو عم تلعبوا طميمة وتتخبوا ورا الشجر. طيب أحيانا بيجي لنا ما بنام مع إنه بكون نعسان. بجوز يصير معك هالشي وتقلق، ولما بتحس حالك قلقان غمض عيونك وتخيل حالك راعي خواريف بيض وعم تعدن لهالخواريف البيض الكتيرة، وشوي شوي بتلاقي حالك نمت. طيب بابا بدي أسألك، الفراشة بتخوف؟ بالعكس، الفراشات كتير حلوين. الفراشة مخلوقة كتير لطيفة بابا. والجرادة؟ ما بتخوف، بجوز تنقز بس ما بتخوف. على كل حال بابا نام هلأ، وأنا هالليلة رح نام عندك. صحيح بابا؟ ولو، كم شادي عندي أنا. يلا تصبح على خير بابا. أنت من أهله. أسعلي بدي نام جنبك، اسمح لي؟ يا الله يا سلام على هالتخت، شو مريح. كان يا مكان يا قديم يا زمان، كان في دب أبيض. Thank you.